مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق مباراة الأهلي والنجم الساحلي في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. معايا الآن لقاء هام جدا مع كل من كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وأيضا المدرب القدير كابتن نبيل معلول طبعا مدرب فريق أو منتخب تونس. كابتن ناجي برحب بيك في البداية. طب برحب بيكم في الأهم من كل ده، أنا برحب بأخويا وصديقي وأروع إنسان قابلته في حياتي بجد بجد، في كل الصفات الحلوة ربنا اداها له كلها وهو ما اداش لحد منها، يعني هو احتفظ بيها لنفسه، يعني الكرم والأخلاق، وطبعا مدرب قدير، ويعني أنا فخور فعلا إن أنا اشتغلت معاه سنتين وحققنا حاجات حلوة في نادي الجيش القطري، فأنا برحب بيه وسعيد جدا 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 بتواجده معانا النهاردة. نبيل معلول طبعا مدرب قدير ومدرب كبير، مدرب المنتخب التونسي، برحب بك في البدايه ومنور مصر. اهلا بيك، الله ينوركم، اهلا بكل اخواننا المصريين، وان شاء الله المباراه هذه تكون مباراه متميزه نشوفها ان شاء الله. في البدايه طبعا عايز استغل الفرصه ان انتم متواجدين معانا ونتكلم من الناحيه الفنيه شويه عن مباراه الاهلي والنجم الساحلي. هي اكيد مباراه مرتقبه، اللي هيكسب هيوصل للمباراه النهائيه، وبطوله مهمه اكيد لكل الجمهور سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور النجم الساحلي. من رؤيتك كابتن ناجي شايف المباراه ازاي؟ انا شايف ان احنا نروح نتغدى عشان الكابتن نبيل جعان، ويعني مباراه طيبه ان شاء الله، وهنقول مبروك للفائز وهارد لك لغير الموفق، واحنا دلوقتي مش هنتكلم في اي حاجه فنيه. طب ماشي، بس استغل الفرصه كابتن نبيل معلوم معانا. طبعا المنتخب التونسي مقبل في الاول طبعا مباراه مهمه، مباراه حاسمه، مباراه فاصله، كلنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي ان هو يتاهل، شعب حبيب بالنسبه لنا كلنا، واكيد نتمنى له فرحه. مباراه شايفها ازاي مباراه ليبيا؟ واكيد ان شاء الله من خلالها يوصل المنتخب التونسي لنهايه كاس العالم. اولا مليون مبروك مرة أخرى لكل الشعب المصري على التأهل كأس العالم، ويستاهل المنتخب المصري. طبعا تنتظر فينا مباراة صعبة، مباراة أجوار ضد المنتخب الليبي، المنتخب التونسي لازم يكون مركز في المباراة هذه، لازم يحضر بكل جدية ويكون منضبط، خاصة من الناحية التكتيكية، لأن مباراة صعبة، ولو أنه نقطة تكفي المنتخب التونسي، لكن المنتخب التونسي حاليا قاعد يقدم فيه مردود متميز في كل المباريات اللي لعبها، وإن شاء الله إن شاء الله نفرحوا الجماهير التونسية، وإن شاء الله المنتخب التونسي يتأهل كأس العالم. ما ينفعش تبقى معايا وما خدش هنت بس عن مباراه النهارده، مباراه الاهلي والنجم الساحلي، رؤيتك الفنيه للمباراه شايفها ازاي؟ مباراة صعبة بدون أدنى شك، أنا لعبت مرتين ضد الأهلي لما كنت ندرب في الترجي، مرة فزنا تأهلنا، ومرة النادي الأهلي تأهل، يعني مباراة حبايب، مباراة أشقاء، مباراة أجوار، يعني أصعب التكهن فيها. شفنا أنه المباراة المرة الماضية فزنا في تونس 1-0، وتعادلنا في القارة 1-1، في الفاينل تعادلنا في الإسكندرية هنا معناها 1-1، وكنا الأقرب، لكن النادي الأهلي قلب الطاولة في تونس، وشفنا أيضا الأهلي والنجم الساحلي تعادلوا في تونس في سوسة، والنجم الساحلي قلب الطاولة على الأهلي، يعني كل النتائج ممكنة في هذه المباراة لأنها مباراة ديربي ويصعب التكهن فيها. شكرا كابتن نبيل. شكرا كابتن نبيل. بالتوفيق تروح تتغدى بقى. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. طبعا ده كان لقائنا الهام جدا مع كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وايضا كابتن نبيل معلول المدرب القدير للمنتخب التونسي، والاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، لكن الاهم ان احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراه النهارده، ان شاء الله يقدر يفوز على فريق النجم الساحلي، من خلال هذه المباراه يقدر يتاهل للدور النهائي، ومن ثم تحقيق هذه البطوله الهام.